سيد تيران كيوف سكرتير مجلس محلي اسيا، يعطيك العافيه. ايضا عاوز سلامتك في وفاه نايف كيوف والعائله. طبعا حضرتك كنت مقرب وصديق لنايف، شو بتخبرنا عنه في كم جمله من ناحيه انسان كشخص كرب عائله كرب اسره؟ كل شيء نحن في هالايامات بنمر بفتره جدا صعبه بالنسبه للفاجعه اللي اتت علينا في وقت بدون سبب انذار. الحقيقة أنا بعرف معرفتي في نايف في معرفة الطفولة. أنا ونايف أولاد صف، أنا ونايف تعلمنا 12 سنة على نفس البنك، قعدنا على نفس البنك الدراسي. وكانت بيني وبين نايف علاقة إخوي، يعني كانت علاقة صداقة فوق ما كل يعني الإنسان ممكن يتخيل. ف صحيح بعد التعليم الواحد كل واحد بيمشي في مساره، ولكن الأخلاق اللي أنا بعرفها عن نايف، أنا أول ما أخذت الخبر أنا قلت مش ممكن إنه نايف يعمل شيء. من معرفتي للشخص، من معاشرتي للشخص، بتعرف الواحد لما بيرافق انسان بيعرف صفاته. مش ممكن نايف كيوف مش ممكن كان يأذي اي انسان. نايف كيوف انسان بشوش، انسان مثقف، انسان صاحب موقف، انسان صديق بمعنى الكلمه من الصداقه. كل انسان بمر في حياته مصاعب والدنيا عجل، مره انت من فوق مره من تحت، ولكن نايف عرف ما عرفت عن مشاكل شيء في الداخلية في الأسرة إثر المشاكل الاقتصادية اللي مر فيها نايف؟ لا لا، احنا انا في الفترة الأخيرة احنا كنا نقدر نقول أربع أصدقاء اللي كنا المقربين. قبل أسبوعين قررنا إنه بما إنه صلنا فترة ما اجتمعناش، قررنا إنه بدنا نجتمع بعد العيد، بدنا نجتمع الأربعة ونشوف كيف احنا بدنا انه الايام يمكن انه الشغل والعمل ابعدنا، ولكن كيف بدنا نقرب واحد من الثاني من جديد. ولكن لا حول ولا قوه، يعني العيد اجى بعد العيد طوالي، صار فاجعه. اما انا بقدر اقول لك معي مخنع نايف من خيره شباب الكرمل اللي كانوا في عيد، مش لانه قرابتي وصاحبي، ولكن الحقيقة يعني هاي الحقيقة. فأنا من امبارح يعني مش عارف كيف بدي أتعامل مع الموضوع هذا. سيد تيران شكرا جزيلا على كل حال، أتمنى لك الصحة يا أبناء العائلة. إذا نحن نتمنى لك تكون زي ما قال السيد تيران وجيه خاتمة الأحزان. شكرا، يعطيك العافية. شكرا. سيد تيران كيوف سكرتير مجلس محلي آسيا، يعطيك العافية. ايضا عاوز سلامتك في وفاه نايف كيوف والعائله. طبعا حضرتك كنت مقرب وصديق لنايف، شو بتخبرنا عنه في كم جمله من ناحيه انسان كشخص كرب عائله كرب اسره؟ كل شيء نحن في هالايامات بنمر بفتره جدا صعبه بالنسبه للفاجعه اللي اتت علينا في وقت بدون سبب انذار. الحقيقة أنا بعرف معرفتي في نايف في معرفة الطفولة. أنا ونايف أولاد صف، أنا ونايف تعلمنا 12 سنة على نفس البنك، قعدنا على نفس البنك الدراسي. وكانت بيني وبين نايف علاقة إخوي، يعني كانت علاقة صداقة فوق ما كل يعني الانسان ممكن يتخيل. ف صحيح بعد التعليم الواحد كل واحد بيمشي في مساره، ولكن الاخلاق اللي انا بعرفها عن نايف، انا اول ما اخذت الخبر انا قلت مش ممكن انه نايف يعمل شيء. من معرفتي للشخص، من معاشرتي للشخص، بتعرف الواحد لما بيرافق انسان بيعرف صفاته. مش ممكن نايف كيوف مش ممكن كان يأذي
اي انسان. نايف كان كيوف انسان بشوش، انسان مثقف، انسان صاحب موقف، انسان صديق بمعنى الكلمة من الصداقة. كل انسان بمر في حياته مصاعب والدنيا عجل، مرة انت من فوق مرة من تحت. ولكن نايف عرف ما عرفت عن مشاكل شيء في الداخلية في الأسرة اثر المشاكل الاقتصادية اللي مر فيها نايف؟ لا لا احنا انا في الفترة الأخيرة احنا كنا نقدر نقول أربع أصدقاء اللي كنا المقربين مقربين. قبل أسبوعين قررنا إنه بما إنه صلنا فترة ما اجتمعناش قررنا إنه بدنا نجتمع بعد العيد، بدنا نجتمع الأربعة ونشوف كيف إحنا بدنا إنه الأيام يمكن والشغل والعمل أبعدنا، ولكن كيف بدنا نقرب واحد من الثاني من جديد. ولكن لا حول ولا قوة، يعني العيد إجا بعد العيد طوالي صارت فجأة. أما أنا بقدر أقول لك معي مخاعي نايف من خيرة شباب الكرمل اللي كانوا في عيدنا، مش لأنه قرارتي وصاحبي ولكن الحقيقة، يعني هاي الحقيقة. فأنا من امبارح يعني مش عارف كيف بدي أتعامل مع الموضوع. سيد تيران شكرا جزيلا على كل حال، نتمنى لك الصحة لأبناء العائلة. إذا نحن نتمنى لك تكون زي ما قال السيد كمان وجيه خاتمة الأحزان. شكرا، يعطيك العافية. شكرا.